أثمرت التجربة الديمقراطية في البحرين عن إنجازات ومكتسبات ملموسة على صعيد تعزيز الحقوق والحريات والمساواة والمواطنة في ترسيخ دولة القانون والمؤسسات. وقد لعب المجلس الوطني بغرفتيه الشورى والنواب دورا بارزا في تعزيز البنية التشريعية للمملكة. ومن أجل هذه الغاية النبيلة أصدر معهد البحرين للتنمية السياسية كتابا يسلط الضوء على نشر الثقافة الديمقراطية وتعزيز المشاركة السياسية. التقرير التالي يستعرض لنا مزيدا من التفاصيل.